أو ما تجب له الطهارة، فعل ما تجب له الطهارة، مثل الصلاة يريد أن يصلي تجب لها الطهارة حتى لو نافلة، صحيح؟ حتى لو نافلة. يبي يطوف على قول جماهير أهل العلم أنه لا بد إيش أن يكون على وضوء ليطوف. طيب، فهنا يريد أن يفعل ما تجب له الطهارة، يتوضأ. إذن هذه النية، ينوي أن يتوضأ لما تجب له الطهارة.